اوقات كتير بيكون عندي بروتين تم دراسته وتم تحديد الهيكل بتاعه او الاستراكشر بتاعه بشكل جيد، وتم عمل الكريستاليزيشن ليه في المعمل، ومن ثم النموذج بتاعه اصبح متاح للجميع على البروتين داتا بانك. ولكن يتبقى ان انا ادور او الباحثين يدوروا على سمول موليكيول او سمول كومباوندز يقدر ان هو يستهدف البروتين ده ويرتبط بيه. طيب انا هعرف الاستراكشر او الكومباوند ده ازاي؟ يا اما اجرب في المعمل كومباوند بحاجه اسمها الهاي ثروبوت سكريننج، وديت ممكن تكون حاجه مكلفه وحاجه بتستهلك وقت، ولكن في وجود الدوكينج وفي وجود الكمبيوتر وفي وجود الفيرشوال سكريننج او استخدام الكمبيوتر في النمذجه، وخصوصا نمذجه المركبات ونمذجه البروتينات، اقدر ان انا اتوقع او اعمل بريدكشن للمركبات اللي هي ممكن ترتبط بالبروتين. يمكن اتكلمنا عن القصه دي في حلقه الدوكينج او في سلسله الدوكينج اللي احنا عملناها او درسناها او اتكلمنا عنها باستخدام البايركس. فالنهارده ان شاء الله يعني هتكون حلقه امتداد لحلقه الدوكينج باستخدام البايركس، ولكن هننظر فيها او هنتعلم فيها ازاي اقدر اعمل دوكينج لمجموعه كبيره من المركبات، مكتبه من المركبات او لايبرري من المركبات اجينست سنجل بروتين معين، بحيث ان انا اشوف والله لو عندي مكتبه زي ما بقول لكم كده من المركبات، ايه المركبات اللي فيها اللي ممكن تستهدف البروتين دوت وممكن تكون انهبيتور ليه، بحيث ان انا بدل ما ادخل المعمل بمجموعه كبيره من المركبات سي مثلا 1000 مركب 2000 مركب، لا ده انا هعمل الاستادي بتاعتي الاول بالدوكينج او بالسكريننج الفيرشوال سكريننج، ويطلع في الاخر عندي مجموعه صغيره مثلا 10 مركبات 20 مركب، هم دول اللي اشتريهم واروح بيهم للمعمل واجربهم بالفعل على البروتين. فالخطوة دي مهمة، بتوفر عليا وقت كبير جدا، بتوفر كمان عليا تكلفة. فتعالوا مع بعض نتعلم ازاي اقدر اعمل دوكينج لايبرري من المركبات او لداتابيز من المركبات باستخدام برنامج فريلي افيلابل ممكن انت تعمله داونلود زي ما اتعلمنا في الحلقات اللي فاتت، الا وهو برنامج البايركس. فاهلا بيكم وتعالوا مع بعض نشوف ازاي نقدر نعمل التجربة دي. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتناول فيها الدوكينج برضو وبنفس البرنامج اللي اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو البايركس، ولكن هتكون الحلقة مختلفة من حيث يعني السكيل اللي احنا هنعمل بيه دوكينج. قبل كده كنا بنتكلم على دوكينج المركب واحد، لكن النهاردة هنعمل دوكينج لمكتبة من المركبات. في الغالب بتكون المكتبة دي اكتر من 100 مركب، وهي لازم الحقيقة تكون اكتر من 100 مركب عشان في الاخر يكون عندي results اقدر اعتمد عليها. library دي ممكن تكون 1000 مركب، ممكن تكون 50000 مركب، ممكن تكون 100000 مركب، مليون، 5 مليون مركب زي الداتابيز بتاع زينك الغنية عن التعريف دي فيها اكتر من 5 مليون compound. فممكن تعمل لأي عدد انت عاوزه من المركبات against single protein. فطبعا هي خطوة محتاجة فعلا وقت وكمبيوتيشن بشكل كبير يقدر يعملها البايركس، بس طبعا على حسب عدد المركبات هيكون الوقت اللي البرنامج محتاجه علشان يطلع لك الريزولتس. طيب انا بعمل الخطوة دي امتى وليه؟ بعملها في حالتين. الحالة الاولى ان انا يكون عندي بروتين جديد لسه منشور جديد وموجود او تم طرحه في البروتين داتا بانك جديد، لكن لسه مش معروف له انهيبيتور يعني مناسب. فدي بتبقى بالنسبه لك فرصه ان انت تمسك البروتين ستراكشر دوت وتروح جايب داتابيز من الداتابيزز المشهوره زي الزنك زي التشيمبل زي الفود داتابيز، يعني داتابيزز كتيره هنشوفها ان شاء الله في الشرح العملي، وتروح والله عامل الخطوه بتاعت السكريننج ديت
اللي هي الدوكينج ديت لكل اللايبرري او لكل الداتابيز، وتشوف احسن المركبات اللي ممكن ترتبط بالبروتين الجديد بتاعك ده، وبالتالي تروح طالع بمجموعه من المركبات تشتريها وتجربها على البروتين ده في المعمل، وتنشر بحث بخصوص المركبات دي، وتبقى انت اول حد اتكلمت عن المركبات اللي ممكن تستهدف البروتين الجديد ده. دي اول حاله. الحاله الثانيه ان انت يكون عندك بروتين معروف لكن انت بتدور له على انهبيتورز جديده نيكست جينيريشن، مثلا زي حاجه زي البيتا لاكتاميز مثلا. بيتا لاكتاميز ليه انهبيتور معروفه، بس دلوقتي اصبح البيتا لاكتاميز ريزيستنت للمركبات المعروفه دي، فانت بتدور له على مركبات جديده نيكست جينيريشن لمركبات ممكن ترتبط بالبيتا لاكتاميز، سواء في الاكتيف سايت او لو انت بتدور له على الاستريك سايت تاني، وممكن تدور بقى للالوستريك سايت الجديد اللي على البروتين اللي معروف. هو البروتين معروف بس ممكن يكون فيه بايندينج سايت معين هو اللي جديد، فبالتالي تدور له على مركب ممكن ان هو يرتبط بالبايندينج سايت الجديد ده، وتبقى انت عملت نيو جينيريشن من انهبيتور لبروتين اوريدي معروف. فدي الحالتين اللي انا بلجأ ليهم لللارج سكيل فيرتشوال سكريننج او لللارج سكيل دوكينج. طيب باختصار هوري حضراتكم في الشارت دوت خطوات اللي بعملها علشان في الاخر اعمل الاستاد بتاعتي بشكل جيد. اول حاجه بحضر اللايبرري بتاعتي او الداتابيز بتاعتي اللي انا عاوز ادرسها، وزي ما قلت لحضراتكم علشان يكون في نتائج جيده اقدر اعتمد عليها لازم يكون اللايبرري ديت او الداتابيز دي. طبعا ما اقدرش اقول على داتابيز ان هي داتابيز لو فيها مركبات اقل مثلا من 100,000 او اقل من مليون. اقل من 100,000 قول عليها لايبرري، اكبر من 100,000 قول عليها داتابيز. خلاص، فاحنا في السمول سكيل بنسميها لايبرري، في اللارج سكيل بنسميها داتابيز. بحضر الداتابيز بتاعتي او اللايبرري بتاعتي، وزي ما قلت لحضراتكم لازم تكون على الاقل اكتر من 100 مركب. ممكن انا اعمل اللايبرري دي بنفسي زي ما هوري حضراتكم في الشرح العمل النهارده ان شاء الله. اللايبرري انا اعملها بنفسي او المجموعه بتاعتنا عاملينها يعني ان هاوس، مش جايبينها من ويب سايت معين، وهوريكم ازاي برضو تعملوا لايبرري خاصه بيكم، او ان انت يعني تعمل داونلود او تحمل لايبرري او داتابيز جاهزه موجوده اونلاين زي الداتابيز الشهيره اشهرهم زينك، وفي حاجه اسمها بايندينج داتابيز، في حاجه اسمها تشيمبل داتابيز، في داتابيز خاصه بالناتشرال برودكتس زي الفود داتابيز زي الناتشرال برودكت اطلس. كل الحاجات دي برضو هوريها لكم ان شاء الله في الشرح العملي. يبقى اول خطوه ان انا بحضر اللايبرري او الداتابيز. الخطوه الثانيه ببتدي استخدم برنامج البايركس واحضر فيه البروتين بتاعي، او بشوف البروتين بتاعي اللي انا عاوز ادرسه تمام، واروح عامل داونلود للبروتين بتاعي او عامل لودنج للبروتين بتاعي في البرنامج طبعا مع كمان اللايبرري بتاعتي، وابتدي اعمل خطوه الدوكينج. خلي البرنامج يبتدي ياخد مركب مركب ويعمل له دوكينج على السايت او البايندينج سايت اللي انا بحدده، ممكن يكون الاكتيف سايت وممكن يكون الاستريك سايت. فانا من البدايه قبل ما اعمل الخطوه دي لازم ابقى عارف البايندينج سايت اللي انا هعمل عليه دوكينج. ما ينفعش اعمل عمياني. احيانا بعمل عمياني، بس بعمل عمياني لو انا بحدد بايندينج سايت اصلا، ودي حاجه تانية ممكن يبقى نتكلم عليها بعدين في تحديد البايندينج سايت. لكن في خطوه السكريننج دي اللي احنا نتكلم عنها النهارده لازم البايندينج سايت بتاعي اوريدي يكون معروف، يا اما يكون الاكتيف سايت بتاع الانزيم او بتاع الريسبتور، او يكون الاستريك سايت انا اوريدي عارفه وهحدده للبرنامج علشان هو يدور في المنطقه دي بس المحدده. اوكي، طيب عملت خطوه الفيرتشوال سكريننج او الدوكينج لللايبرري بالكامل، وطبعا زي ما قلت لكم هتاخد وقت اكتر شويه من الدوكينج العادي لما اكون بستخدم مركب واحد، لان بستخدم عدد كبير من المركبات فهتاخد وقت على حسب عدد المركبات. طيب خلصت الدوكينج هيطلع لي ريزلتس لكل المركبات اللي انا عملت لها دوكينج، اعمل سيليكشن لاحسن النتائج بناء على ايه؟ هنحط كات اوف معين وهوريكم ازاي بحط كات اوف علشان اعمل سكريننج، او سوري بعمل سيليكشن لحاجه اسمها التوب سكورينج هيتس، المركبات الاعلى في السكور، والتحديد ده هوريكم بطريقه عمليه ان شاء الله ازاي بعمله. طيب طلعت التوب سكورينج هيتس، وطبعا دي اكيد عددها هيكون اقل من عدد اللايبرري عشان انا اصلا ده الهدف بتاعي
ان انا اطلع من عدد كبير من المركبات لعدد اصغر اقدر اعتمد عليه او اقدر اجربه في المعمل. هي دي المركبات اللي ليها احتمالية كبيرة ان هي ترتبط بالاكتف سايت ده او ترتبط بالبروتين او بالموقع اللي انا حددته. الخطوة اللي بعد كده ان انا بعمل حاجة اسمها binding free energy calculation، ودي ممكن ان شاء الله نفرد لها حلقة جاية. ممكن تعملها على فكرة وممكن ما تعملهاش، الخطوة دي optional، بس هي خطوة بتعمل refinement اكتر، او يعني بتقلل لك لو انت عندك هنا في التوب سكورينج هيتس مركبات كتيرة وانت عاوز تقلل المركبات دي اكتر وتاخد احسن مركبات فعلا، فدي خطوة يعني بتأكد لك او يعني بتساعدك في ان انت تختار المركبات اللي فعلا هيكون لها احتمالية كبيرة انها تكون انهيبيتور بتعيين البايننج فري انرجي بتاعتها. يعني ايه؟ يعني هي دي ايه اصلا، او التجربة دي بتعمل ليه؟ دي تجربة بتقيس قد ايه الافينيتي بتاعت المركبات دي ناحية الاكتيف سايت او ناحية البايننج سايت يعني انت محدده، قد ايه ليها قابلية للارتباط او افينيتي، بنسميها افينيتي اوف بايننج. فدي برضو بتبقى كالكوليشن على الكمبيوتر، بتعتمد على المولكولار دايناميك سيميوليشن، ودي هنفرد لها حلقه لوحدها ان شاء الله بعد كده. بس زي ما قلت لحضراتكم الخطوه دي اوبشنال، ممكن تاخد المركبات دي على طول تشتريها وتروح مجرب على طول، لكن لو مركبات دي كتيره وانت عاوز تقلل شويه وتاخد الاحسن منهم، فتعمل خطوه البايننج فري انرجي عشان تقلل لك المركبات اللي ممكن ان انت تجيبها. وبعد كده في الاخر خطوه المعمل بقى، تاخد المركبات دي لو هي عندك او تشتريها او تطلبها وتروح على المعمل على البروتين وتشتري البروتين بتاعك برضو، وتبتدي تعمل اسي وتشوف والله هل المركبات دي بتعمل انهيبيشن ولا لا، وتشوف مين فيهم اللي يقدر يعمل انهيبيشن وتكمل عليه الاستادي بتاعتك. فزي ما قلت لحضراتكم الخطوه دي كلها هدفها من انا اقلل التجارب العمليه، بدل ما كنت هعمل على 100 مركب او اكتر من 100 مركب في المعمل، لا انا في الاخر وصلت مثلا 4 مركبات 3 مركبات، هم دول بس اللي هجربهم، فوفرت وقت وفرت فلوس للتجارب المعملية في المختبر. الخطوات اللي ان شاء الله اللي هنقوم بيها بشكل عملي في حلقتنا النهاردة انا لخصتها لحضراتكم في ال5 نقاط دي، تعال نشوفها مع بعض على السريع. اول خطوة learn about your target protein، يعني اتعلم كويس وافهم البروتين بتاعك اللي انت عاوز تعمل له دوكينج بشكل جيد جدا. هل يا ترى البروتين دوت ليه كريستالايزد فورم ولا لا؟ الفانكشن بتاعته، يعني ايه كريستالايزد فورم؟ يعني موجود في الداتابيز بتاعت البروتين داتا بانك ومعمول له كريستالايزيشن بشكل جيد ولا لا؟ الفانكشن بتاعته يعني ايه؟ الوظيفه بتاعت البروتين هي ايه بالظبط؟ بيعمل ايه داخل الخليه؟ ووظيفته ايه واهميته ايه؟ هل هو يعتبر اسينشال تارجت؟ وبالتالي لو استهدفته هيأثر على الخليه او هيأثر على الاورجانيزم اللي انا بستهدفه ولا لا؟ طيب الاكتف سايت، ايه الاكتف سايت بتاعته؟ موجوده فين بالظبط؟ وبيعمل ايه الاكتف سايت ده؟ ايه الكاتاليسيز او ايه الرياكشن اللي بيعمله؟ طيب كويس جدا. هل في الوستيريك سايت للبروتين ده ولا لا؟ معروف. طب لو مفيش الوستيريك سايت، دي فرصه كويسه جدا ان انا ادور على نيو سايت او نيو الوستيريك سايت على البروتين ده. ويمكن احنا اتكلمنا قبل كده في حلقه سابقه ازاي اعين الالوستيريك سايت على البروتين، وقد ايه الالوستيريك سايت دي بتبقى جميله جدا في ان هي بتخلي لي او بتسهل لي تطوير مركبات بتبقى فيري سيلكتيف وفيري سبيسيفيك اجينست البروتين دارج بتاعك. فدي حاجه مهمه قوي ان انت تبذل فيها وقت او تستثمر فيها وقت في دراسه البروتين بتاعك علشان في الاخر تحصل على افضل النتائج. يبقى حاول يعني تاخد وقتك زي ما انت عاوز في اول خطوه دي في دراسه البروتين، علشان الخطوه دي هي اللي هيترتب عليها جوده النتائج في الخطوات اللي بعد كده. الخطوه الثانيه خلاص درست البروتين بتاعك وعرفت مثلا ان هو ليه كريستالايزد فورم في البروتين داتا بانك، هتروح والله تشوف الريزوليوشن، ممكن يكون البروتين ليه اكتر من كريستال فورم موجودين في الداتا بانك، انت هتفاضل ما بينهم على حسب كذا كرايتيريا. اول كرايتيريا الريزوليوشن، احسن ريزوليوشن ده اللي هتستخدمه. يعني ايه الريزوليوشن؟ يعني درجه الدقه بتاعت الايه الكريستالايزيشن. كل ما كان الريزوليوشن احسن، يعني الرقم بتاع الريزوليوشن احسن وصغير، كل ما كان ده البروتين تقدر تعتمد عليه في النتائج ويكون احسن في النتائج. هل يا ترى معاك كريستالايزد سبستريت؟ يعني معاه السبستريت اللي هو بيعمل له اصلا
بيعمل معاه بايندنج بشكل طبيعي مع الاكتيف سايت، او معاه كوكريستالايزد ليجند انهيبيتور قبل كده معروف وموجود داخل الاكتيف سايت. طب ليه بقول لك الكلام ده؟ بقول لك الكلام ده لان انت برضو ده هتفاضل على اساس القصه دي ما بين البروتين وبعضها. في احيانا بروتينات لوحدها كده بسميها الابو بروتين من غير اي بايندنج سبستريت او ليجند، وفي بروتينات تانية بيبقى معاها الليجند اللي بيعمل لها انهيبيشن او السبستريت اللي بيشتغل عليه اوريدي موجود بداخل الاكتيف سايت، وده الافضل ليك في الدوكينج علشان بيسهل لك معرفه الاكتيف سايت اللي انت هنعمل عليه دوكينج مباشره. تخلي بالك من الحته دي، ما تروحش تعمل داونلود لابو بروتين بسرعه كده، الاول ريزلت تطلع معاك في البروتين داتا بانك وانت اوريدي ممكن يكون عندك بروتينز تانية او اصدارات تانية او فيرجنز تانية معاها الكوكريستالايز ليجند في قلب الاكتيف سايت. طيب والله في ميوتيشنز، ده كرايتيريا تانية برضو بتعتمد عليها في الاختيار، في ميوتيشنز في البروتين ده ولا لا؟ يعني هل في بعض الامينو اسيدز متغيره فيه ولا لا عن الطبيعي؟ انت بتحاول دايما بتختار البروتين النيتيف الطبيعي اللي ما حصلش فيه اي لعب او اي تغيير. طيب البروتين ده has been published، يعني خلاص اتنشر اتراجع من قبل العلماء الاخرين او الباحثين الاخرين ولا لا؟ لان احيانا برضو بتلاقي بروتينز لسه جديدة ولسه تحت النشر ما اتنشرتش، ابعد عنها دي برضو لان ممكن يكون في اخطاء او في بعض الكومنتس اللي موجودة، فبالتالي لازم تتراجع الاول قبل ما يتم التصديق عليها. فانت تستنى لحد ما يكون البروتين already published، خلاص الناس شافته وحكمت عليه. طيب ممكن يكون البروتين بتاعك ملوش كريستالايزد فورم في البروتين داتا بانك، ممكن احنا قلنا الكلام ده قبل كده. طب هقف عاجز يعني مش هعمل تجربه الدوكينج؟ لا، ممكن اعمل نموذج مقترح للبروتين حتى لو ما كانش ليه كريستالايزد فورم. في حلقه النمذجه بتاعت البروتينز اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هو الالفا فولد والاف اي دي فولد بتاع فيسبوك بتاع شركة ميتا، عرفنا ازاي حتى لو عندي بس السيكونس بتاع البروتين اقدر انا ابني نموذج للبروتين واستخدمه في الدوكينج. فممكن يكون البروتين ليه كريستالايزد فورم يبقى خير وبركة واستخدمه مباشرة، او ملوش انا اعمل له النموذج بتاعه كويس وبعد كده استخدمه برضه في الدوكينج. الخطوة الثالثة تبتدي تجهز السوفت وير بتاعك البايركس والبايمول اللي هتشتغل عليهم. خطوة الرابعة تجهز المكتبة بتاعتك اللي انت هتستخدمها في الدوكينج، لو هي مش متظبط الفورمات بتاعها تظبط الفورمات، يعني مثلا كل برنامج بيبقى محتاج فورمات معين للمكتبة دي او للمركبات عشان يقدر يشتغل عليه. في حالة النهاردة محتاجين المكتبة بتاعتي تكون بالاس دي اف فورمات، فتخلي بالك منه وتظبط الفورمات بتاعه وتجهز المكتبة بتاعتك وتبتدي تعمل لها لودينج في السوفت وير. الويب سايت ده ان شاء الله اللي هنستخدمه النهاردة في تحويل الفورمات، وهنوري حضراتكم ازاي القصة دي بالتفصيل في الجزء العملي. الخطوة الخامسة والاخيرة عملية الدوكينج نفسها، وفي العملية ديت هنبتدي نحضر البروتين وبعد كده نحضر المكتبة بتاعت المركبات، وبعد كده نعمل انرجي مينيمايزيشن للمركبات، واتكلمنا على القصة ديت في حلقة الكيم 3D وهنكمل ان شاء الله كلام فيها بعد كده برضو، بس برضو الخطوه دي مهمه وهنعملها ونشوف النهارده بتعمل ازاي. بعد كده تحدد الدوكينج سايت او الاكتيف سايت او الالوستيريك سايت، المكان على البروتين اللي انت عاوز تعمل عليه دوكينج، اوكي، اللي هو بسميه الجريد بوكس، وبرضو اتكلمنا عن الجريد بوكس دوت في حلقه الايه الدوكينج في البايركس. وبعد كده تعمل الدوكينج اكسبيرمنت، وبعد كده تعمل analyzing the results علشان تختار احسن الكومباوندز او التوب سكورينج هيتس اللي انت بعد كده هتشتغل عليها في المعمل. ده كان اختصار سريع كده للخطوات اللي احنا هنقوم بيها بشكل عملي في حلقتنا النهارده. السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في الجزء العملي اللي هنعمل فيه النهارده ان شاء الله docking library من المركبات. واللايبرري دي هي الحقيقه احنا مجهزينها، يعني انا مجهزها بنفسي بشكل يدوي. هنتعلم برضو ازاي ممكن نعمل لايبرري خاصه بينا، او ازاي ان احنا نعمل داونلود للايبرري اوريدي موجوده على الانترنت. طيب في البدايه
انا حابب اوري حضراتكم اللي كان حد من المتابعين كان سألني ازاي اصلا اعمل سيت اب لبرنامج البايركس، فانا حابب يعني اوري لحضراتكم الموضوع من البدايه. لو انت اصلا لسه ما عندكش برنامج البايركس على اللابتوب بتاعك او على الكمبيوتر بتاعك، فبتدخل على جوجل وبتكتب بايركس، بيطلع لك اول نتيجه اللي هو الويب سايت اللي بتعمل عليه داونلود للبرنامج. تعال ندخل عليه كده ونشوف مع بعض. ادي الويب سايت بتاع البايركس. بيبقى عندك اكتر من اصدار لبرنامج البايركس، في اصدارات بتبقى مدفوعه، في اصدار اكاديميك للناس اللي شغالين في الجامعات بيبقى رخيص شويه بحوالي 1000 دولار، وفي برنامج برو ده بحوالي 2000 دولار، وفي برنامج بيبقى متطور مثلا للشركات او للجامعات اللي عاوزه تستخدمه على اكتر من جهاز، ده بيبقى حوالي 10000 دولار. وفي طبعا الاصدار الفري وده اللي هنستخدمه النهارده واللي اغلب حضراتكم هيستخدمه حتى للتجريب الاول عشان يتعلم عليه، وبعد كده لو حابب ياخد مزايا اكتر وسرعه اكتر في الاداء، هي الاختلافات ما بين الاصدارات وبعضها في سرعه الاداء يعني. فاللي عاوز ياخد اصدار اسرع شويه ممكن يبقى ياخد الاصدار المدفوع. فانا بختار الباقه المجانيه وبعمل لها داونلود. في بعض الناس برضو كانت بتسال هل في مشاكل في اللايسنس او في الرخصه في الاستخدام؟ لا طبعا ما فيش اي مشاكل في استخدام الرخصه الفري او الاصدار الفري، ونفس القصه برضو للناس اللي عاوزه تشتغل على الاوتودوك فينا بشكل مباشر برضو ما فيش مشاكل، لان الاوتودوك فينا اصلا هو برنامج مفتوح للمستخدمين، ما لهوش لايسنس زي بعض البرامج التانية. فانت بتعمل داونلود مباشره من هنا، اوكي، بتدوس عليه فهتلاقيه بيبتدي يعمل داونلود للبرنامج. طيب انا اوريدي خلاص البرنامج عندي موجود، فانا مش محتاج ان انا اعمل داونلود، اهو ابتدى ينزل اهو عندي. بعد ما بيخلص بيبقى عندك زي فايل كده بامتداد exe، هو دوت انا طبعا هقول له كانسل دلوقتي لان انا اوريدي البرنامج عندي. بتاخد البرنامج بعد ما يحصل داونلود تبتدي تدوس عليه دبل كليك ونكست نكست نكست بشكل مباشر ما فيهوش اي تعقيد يعني، لحد ما بتلاقي البرنامج اتسطب عندك واصبح عندك ايقونه البايركس على سطح المكتب بالشكل ده، بتضغط عليها دبل كليك بيفتح عندك البرنامج بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طيب قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه في الدوكينج، ببتدي احضر او مش احضر، ابتدي احدد المكان اللي هشتغل فيه او اللي البرنامج هيشتغل فيه، يعني بحدد ملف على سطح المكتب او على الكمبيوتر واتيفر في اي حته، الملف ده اللي هيبقى فيه الانبوت والاوتبوت فايلز. الانبوت فايلز اللي هو البروتين بتاعي اللي انا عاوز اعمل لي عليه دوكينج، وكمان المكتبه بتاعتي اللي انا عاوز ايه اعمل لها دوكينج اجينست البروتين ده، اوكي. وده الانبوت فايلز، والاوتبوت فايلز الفايلز اللي هيطلعها البرنامج بعد كده في شكل ريزلتس للدوكينج. فلازم في الاول احدد المكان ده بتاع الانبوت فايل والاوتبوت فايل. بحدده ازاي؟ باجي من قائمه اديت واقول له بريفرنسز هنا، واحدد له ورك سبيس، المكان اللي فيه الملف اللي هيكون فيه الانبوت والاوتبوت فايلز، اقول له براوز وحدد المكان ده، خليه بقى مثلا على سطح المكتب او على اي درايف انت عاوز او فايل انت عاوز تشتغل عليه. انا هخليه مثلا على سطح المكتب، اوكي اهو، يبقى كده على سطح المكتب حددت المكان اللي هشتغل عليه، واقول له اوكي ده الورك سبيس، تمام اوكي. طيب الخطوة اللي بعد كده بقى، أنا جايب لحضراتكم أهو الفايل اللي فيه الخطوات. زي ما قلت لكم أول خطوة إن أنا أتعلم وأدرس البروتين بتاعي كويس، طبعًا دي هترجع لكم أنتوا بقى، فقبل ما تعمل أي خطوة من خطوات الدوكينج تدرس البروتين بتاعك بشكل كويس، هل موجود في البروتين داتا بانك، الفانكشن بتاعته إيه، الأكتف سايد بتاعه إيه. فأنا درست بروتين معين لبروجكت معين مثلًا، ألا وهو مثلًا بروتين
الدي ان اي جايريز. انا عندي دي ان اي جايريز ده بروتين مهم قوي في الخلايا البكتيريه، بيعمل حاجه اسمها انفولدنج للدي ان اي. دي ان اي قبل عمليه الريبليكيشن بيحصل له انفولدنج عشان يحصل انقسام للخليه، فلو انا عطلت الانزيم ده انا كده بعطل عمليه الانقسام وبالتالي بعطل الجروث بتاع البكتيريا وممكن اقتلها. فاخترت الجايريز. الجايريز منه صبيونت A وصبيونت B. صبيونت B شوية معلهوش شغل كتير، فهو هدف جيد لان انا ابتدي ادور على مركبات جديدة ممكن تستهدف الصبيونت دي. طيب فبكتب كده في الاول الدي ان اي جايريز B على البروتين داتا بانك، او بكتبه بعد كده ملحق بيه كلمة بي دي بي عشان قولي والله ايه الستركشرز او ايه الفورمز الموجودة. بتبتدي تفاضل ما بينهم، تضغط على كل واحد وتشوف والله مين احسن واحد من حيث الريزوليوشن، هل معاكو كريستاللايز ليجند ولا لا، هل هو منشور ولا مش منشور. فوقع الاختيار على البروتين ده اللي هو الكود بتاعه 6KZX دوت. وقع الاختيار في الثري كرايتيريا اللي بقول لحضراتكم عليها دي. يعني لو قارنته هو دلوقتي بيفتح، لو قارنته من حيث الريزوليوشن بباقي البروتين بباقي الجايريز بي، لان الجايريز بي ليه اكتر من شكل موجود في البروتين داتا بانك، لو قارنت الريزوليوشن بتاعه هلاقي ان هو 2.1 انجستروم، ده الريزوليوشن. وكل ما الرقم ده كان قليل كل ما كان ريزوليوشن احسن وتقدر تعتمد عليه وتبقى نتائج الدوكينج ادق، فده كان احسن واحد. طيب ايه كمان برضو البارامترز دي، كل ما كانت ناحيه الازرق كل ما كانت احسن، بدون دخول في تفاصيل كتير فيها عشان الفيديو ما يطولش، كل ما كانت في الازرق كل ما كانت احسن. انا عندي هنا التو بارامترز دول في الازرق فدول كويسين قوي، والباقي في الاحمر فدي حاجه مش كويسه، بس ده كان الافضل ما بين المتاح. وكمان من حيث كمان الريزوليوشن، يعني اول حاجه ببص عليها الريزوليوشن، بعد كده ببص على البارامترز دي. ما ينفعش مثلا الريزوليوشن يبقى 3 او 4 والبارامترز دي كلها في الازرق، لا شوف الريزوليوشن الاقل حتى لو البارامترز دي ناحيه الاحمر مفيش مشكله. فالريزوليوشن هنا كويس، البارامترز يعني معقوله تمام. بعد كده بشوف والله هل في ميوتيشنز، دي حاجه مهمه قوي. احيانا بلاقي هنا في كلمه ميوتيشنز يس، ويقول لي والله الميوتيشنز في كذا. يعني ايه ميوتيشنز؟ يعني بعض الامينو اسيد بتاع البروتين اتغيرت من الطبيعي، من شكلها الطبيعي اللي موجود عليه بشكل طبيعي لحاجه تانية معموله في المعمل طبعا الميوتيشنز دي. فانا بحاول ابعد عن الميوتيشنز واشوف البروتين بشكله الطبيعي، فتخلي بالك من الميوتيشنز ان هي دايما تبقى نو الا لو انت بتدرس بقى ميوتيشنز معينه فدي حاجه تانية. طيب البارامتر اللي بعد كده، هل البروتين ده معاه كريستالايز ليجند؟ هيقول لك اهو والله ان هو ده كريستال ستراكشر بتاع الدي ان اي جايريز بي اللي موجود في الايكولاي، كومبلكس ان كومبلكس ويز مركب معين اهو. يبقى تعرف على طول ان البروتين ده، وهتلاقي الكوكريستالايز ليجند مرسوم هنا اهو، ولو نزلت تحت هتلاقي الليجند وشكله بالظبط. ادي السمول موليكيول اللي هي الليجندز اللي هي بتبقى كوكريستالايزد مع البروتين. يبقى اذا ومن هنا تقدر تشوف الانتراكشن بالظبط عامل ازاي. يبقى اذا البروتين ده كويس من حيث الريزوليوشن، يعني متوسط من حيث البارامترز اللي شفناها هنا، ما فيهوش ميوتيشنز، وكمان معاه كوكريستالايز ليجند، عشان كده هقدر احدد من خلال الكوكريستالايز ليجند الاكتف سايت بمنتهى السهوله، الاكتف سايت اللي انا هعمل عليه دوكينج. طيب اخر حاجه ببص عليها، هل البروتين ده منشور؟ الاقي البيبر اللي بتتكلم عن البروتين دوت، وبالفعل منشوره، ومنشوره في دار نشر كويسه اللي هي الاي سي اس اوميجا. فكده انا مطمن البروتين بتاعي ده كده تمام التمام. ابتدي اجي هنا داونلود فايلز وابتدي اعمل داونلود للبي دي بي فورمات، لان ده الفورمات اليونيفرسال اللي اغلب البرامج بتعرف تقراه بتعرف تتعامل معاه. ادوس عليه واعمل له داونلود في المكان اللي انا مخصصه للشغل بتاعي. يعني الخطوه اللي بعد كده اعزائي المشاهدين ان انا ببتدي بقى اعمل لودنج للبروتين بتاعي، واعمل لودنج للداتابيز، بس بعد تنسيق الداتابيز دي بالشكل اللي هيقبله السوفت وير او البايركس. طيب
ادي البروتين اللي انا عملت له داونلود اللي هو الكود بتاعه 6KZX. اوكي بروح فتحه الاول ببرنامج البايمول، ويمكن اتكلمنا عن البايمول وازاي بعمل له سيت اب وازاي بستخدمه في حلقه الدوكينج. بفتح كده البروتين، اطمن كده على البروتين بتاعي واشوف شكله واشوف ان هو ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش حاجات ميسنج او كده. اهو ادي البروتين تمام. طبعا البروتين ده انا مظبطه، بس انت بتلاقي البروتين ستراكشر بتاعك لما هتنزله اول مره هتلاقي حواليه بعض النقاط اللي لونها احمر كده، دي بتبقى الميه اللي هي كريستالايز مع البروتين. انا لما بعمل كريستالايزيشن للبروتين في المعمل ما بيبقاش بيحصلوش كريستالايزيشن لوحده، بيبقى معاك بعض جزيئات الميه موجوده معاه. فانا قبل بعمل دوكينج بحاول افتح البروتين بتاعي واتخلص من جزيئات الميه دي لان انا مش عاوزها في الدوكينج. اوكي فباجي هنا من اكشن من A واقول له ريموف ووترز، فيروح ايه شايلها لي على طول. انا اوريدي اصلا شايلها من هنا فهي مش موجوده، بس انت بتعمل الخطوه دي علشان تنظف البروتين بتاعك. برضو هتلاقي احيانا في بعض المولكيولز اللي ممكن تبقى كريستالايزد، مولكيول صغيره مثلا زي الاسيتون زي الجليسرول زي الجلوكوز، حاجات صغنونه كده حوالين البروتين دي برضو تخلص منها لان هي ممكن تعكسك في الدوكينج وانت مش محتاجها اصلا. فبتنظف البروتين، خطوه البريباريشن او تنظيف البروتين بتاعك، وبتتاكد ان الليجند بتاعك في مكانه. اهو ادي الكو كريستالايز الليجند اللي كنا اتكلمنا عنه دوت، اللي من خلاله ان شاء الله هقدر اثناء عمليه الدوكينج هحدد الاكتف سايت اللي هو هيكون او المكان او البوكيت اللي هيكون حوالين الليجند ده، هو دوت الاكتف سايت اللي من خلاله البرنامج هيبتدي يعمل دوكينج لللايبرري بتاعتي. خلاص فدي حاجه ضروريه قوي تتاكد منها. احيانا بيبقى نازل البروتين على هيئه دايمر، يعني اتنين يونت زي دول كده لازقين في بعض، فانت برضو مش محتاج الاثنين تعمل لهم دوكينج، انت عاوز واحد منهم بس، فبتمسح التاني، بتيجي من سيكونس هنا وبتروح معلم على اليونت اللي انت محتاجها بس، او بتعلم على اليونت الزياده بعد ما بتعلم عليها كلها. بتيجي برضو هنا من سيلكت اكشن وتقول له ريموف اتومز، ده الكلام ده لو عندك يونت زياده، او ممكن يبقوا نازلين ثلاثه يونت زي بعض انت عاوز منهم يونت واحده بس، فتمسح الاثنين الزياده. انا عندي هنا نازل تمام ما فيهوش مشكله، فمش محتاج اعمل الخطوه دي، هو تمام زي الفل اهو، يونت واحده والكو كريستالايز ليجند موجود والميه كانت موجوده وانا شلتها، فكده البروتين تمام وبقى اوبتمايزد ما فيهوش اي مشكله. بروح مسيف الحاجات الجديده اللي انا غيرتها دي، اجي من فايل واقول له اكسبورت مولكيول سيف، واقول له بتنسيق البي دي بي، ما تنساش الخطوه دي علشان البرنامج بعد كده يقدر يتعرف عليه، واسميه مثلا 6KZX اندرسكور اوبتمايز عشان ابقى عارف ان دوت النسخه المحسنه من النسخه الاصليه اللي انا نزلتها من البي دي بي. يعني الخطوه دي بتبقى مهمه علشان ما يبقاش في اي ايرورز او ما يحصلش اي ايرورز اثناء عمليه الدوكينج في البايركس. اوكي دي بعملها بالبايمول، برنامج البايمول، خطوه الاوبتمايزيشن دي، بفتح البروتين بتاعي ببرنامج البايمول وبظبط كل الحاجات اللي قلت لكم عليها دي. طيب ظبطت خلاص كده البروتين بتاعي وبقى عندي نسخه معدله اللي هي الاوبتمايزد، بحطها في المكان اللي هشتغل فيه واروح جاي على البايركس دبل كليك علشان يفتح معايا بالشكل ده. وزي ما قلت لحضراتكم باجي من عند اديت بحدد المكان اللي انا هشتغل فيه، المكان اللي هيبقى فيه الانبوت فايل اللي هو البروتين والمكتبه اللايبرري، والمكان اللي هيطلع منه الاوتبوت فايل او النتائج اللي هيطلعها البرنامج. بجيبها منين؟ بجيبها من عند ورك بليس الاول اديت بريفيرنس، وعند ورك بليس براوز، وبحدد له المكان وبقول له اعمل لي هنا من براوز اقول له اعمل لي ميك نيو فولدر واسميه زي ما انا عاوزه. الفولدر ده زي ما انتم شايفين كده هيكون في الديسكتوب اهو، انا حددت له الديسكتوب واقول له اعمل لي الايه الفولدر الجديد ده سميه، خليه مثلا جايريز، ماشي جايريز نيو مثلا، جايريز نيو. اوكي ميك نيو فولدر، لا سوري انا كده ايه لخبطت، ماشي مفيش مشكله خليه يعمل ده، يبقى ده جايريز اهو، جايريز اندرسكور نيو، يبقى ده المكان اللي هيبتدي يحط فيه اللي هنحط فيه الاول الانبوت او هيظبط فيه الانبوت والاوتبوت فايل، واقول له اوكي جايريز نيو. اوكي وهنا اوكي، انا ارجع ابص كده على سطح المكتب هلاقي فيه عندي فايل جديد المفروض بالاسم اللي انا حددته، يا ترى هو فين؟
اهو دوكينج. لا تعال ندور عليه بالجي. جاي ريز نيو. مش عارف والله هو حاطه فين. نيو فولدر 2 اهو. نيو فولدر. يبقى هو ما سماهوش، ما سماش الفولدر زي ما انا قلت له الظاهر. هو عمل النيو فولدر وسكت، ما عملش الجايريس. طيب هنرجع تاني، معلش الخطوه دي تاني، الخطوه دي مهمه ديت اللي هيبقى فيها edit preferences. اهو نيو فولدر. تمام، تيجي عند الفولدر كده اهو مثلا اللي هو ده نيو فولدر 2 جواه نيو فولدر، ما سماهوش. تقول له هنا رينيم، رينيم الفولدر ده جاي ريز، جاي ريز بس حتى. اوكي اوكي يبقى كده عمل اهو، انها اتغيرت عندي هنا. اوكي اهي ارجع كده نيو فولدر 2، ادي الجاي ريز اهو. تمام يبقى ده المكان اللي هو هيشتغل عليه اهو. اتاكد برضو ان هو تاني مظبطه بريفرنسز الورك بليس. هيشتغل في ديسك توب او نيو فولدر الموجود في الديسك توب اللي وهيشتغل في الفولدر جاي ريز اللي جوه فولدر 2. ماشي مفيش مشكله، المهم هنا في الحته دي بتبقى متاكد من المكان اللي هيبقى فيه زي ما قلت لحضراتكم الانبوت فايل والاوتبوت فايل. اوكي تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده، فاضل انا كده عندي البروتين مظبطه، فاضل عندي اللايبرري بقى. طيب اللايبرري بقى فين؟ زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه، انا ممكن اللايبرري اكون انا عاملها بنفسي زي حالتنا النهارده، او ممكن ان انا اجيبها من على الانترنت مباشره. طب تعال نشوف الاول اللي موجوده على الانترنت. يعني مثلا ادي داتابيز اسمها كوكونات داتابيز، هجيب هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن ان شاء الله. دي مكتبه فيها يعني تقريبا مليون او اكتر من مليون مركب، بس مركبات طبيعيه ناتشرال برودكتس. الناس اللي هي مجالها ناتشرال برودكتس، المكتبه دي في غايه الجمال ومتكامله تقريبا، فيها يعني معظم المركبات الطبيعيه المنشوره لحد دلوقتي. فهي مكتبه جميله جدا، ممكن تيجي هنا من داونلود وتقول له والله داونلود الناتشرال برودكت ستراكشر بالاس دي اف مباشره من غير ما تغير ولا حاجه اهو، وتروح دايس داونلود. طبعا هي هتبقى حجمها كبير مفيش مشكله، ممكن تفتحها وتقسم منها تختار مثلا اللي انت عاوز تشتغل عليه بس، او ممكن تستخدمها كلها زي ما انت حابب. في عندك مثلا مثال تاني على حاجه اسمها الفود داتابيز، ودي برضه فيها المركبات الطبيعيه اللي دايما بتبقى متواجده في المأكولات، في الفواكه، في الطماطم، في البيض مثلا، الحاجات دايما اللي هي الايدبل المأكولات. داتابيز كبيره برضه فيها اكتر من 100,000 مركب. برضه من هنا من داونلود، من داونلودز ممكن تروح تختار النسق او التنسيق اللي انت عاوز تعمل بيه داونلود اهو. دي موجوده بنسق سي اس في. تمام ممكن تعمل داونلود ليها وبعد كده بتغيرها للاس دي اف زي ما انت عاوز، او بالاكس ام ال. لا خلينا بالسي اس اف، ديت هتتفتح بالاكسل عندك وبعد كده ممكن تبقى تغيرها للاس دي اف مفيش مشكله. في عندك مكتبه برضو شهيره قوي للناتشورال برودكتس، انا مركز مع الناتشورال برودكتس ان ده مجالي اصلا الناتشورال برودكتس، فممكن برضو ادي الناتشورال برودكت اطلس، هتيجي برضو من عند داونلودز. تمام وتروح برضو عامل داونلود للمكتبه بتاعتك زي ما انت عاوز، وغيره وغيره. يعني في مكتبه اسمها زينك دي مشهوره قوي، تدخل برضو على جوجل كده اهو، تدخل على جوجل وتكتب زينك داتابيز مثلا، زينك، زينك داتابيز، داتابيز، داتابيز اهي زينك داتابيز، واهي اهي تجيب منها اللي انت عاوزه. دي بقى فيها اكتر من 5 مليون مركب ناتشرال وغير ناتشرال، يعني تقريبا فيها كل المركبات اللي معروفه لحد دلوقتي موجوده، وتقدر تنزل اللي انت عاوزه منها. اوكي تدور على الحاجه اللي انت عاوز تنزلها او عاوز تعمل لها دوكينج وات ايفر هي ايه، اهي من سبستنسز مثلا، تدور من هنا
وتنزل اللي انت عاوزه. ممكن من سبسيتس كده هو مقسمها لك بعض المركبات وتنزل اللي انت عاوزه. في عندك داتابيس تانية اسمها بايندينج داتابيس، في داتابيس اسمها تشيمبل داتابيس، ممكن دي برضو نوريها لكم كده على السريع. اهي تشيمبل داتابيس، ممكن اهي تشيمبل داتابيس تمام، وتدخل برضو عليها هتلاقي مركبات كتيرة جدا جدا، تقريبا 3 مليون او حاجة زي كده، ومن داونلودز تعمل اللي انت تحمل اللي انت عاوزه، الصيغة اللي انت عاوزها يعني اهي. اوكي، فدي الداتابيزس الجاهزة اللي انت ممكن تستخدمها مباشرة. طيب المكتبة اللي عندي النهاردة انا محضرها بنفسي. طب محضرها بنفسك ازاي؟ باجي على الليتريتشر او على البيبرز المختلفة اللي انا بقرأها او بنزلها من جوجل سكولر، وبشوف والله المركبات اللي فيها، او لو اوريدي انا فاصل المركبات قبل كده موجودة عندي في المعمل، بروح جايب الكيم درو. هنا بقى نحاول نربط بقى الدنيا ببعضها، البرامج ببعضها. ادي الكيم درو وعملنا له حلقة لوحده وازاي نستخدمه، تمام. بفتح الكيم درو، اوكي، زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. وباجي بقى اشوف والله مجموعه بقى ايه، اجي كده في جوجل سكولر واقول له الفينوليك كومباوندز، يجيب لي بقى كل الابحاث اللي كان فيها فينوليك كومباوندز، تمام. وانا ابتدي بقى انقيها واحده واحده وارسمها في الكيم درو. طبعا دي بتاخد وقت منك، او لو انت عندك مركبات في المعمل بترسمها، اوكي، او بتشوف الاستراكشر بتاعها على النت وتبتدي ترسمها وتعملها في الداتا بيز بتاعتك زي ما انت عايز. طبعا دي هتاخد منك وقت، بس مع الشغل ومع القرايه كتير هتتراكم عندك معرفه، هتتراكم عندك استراكشر، ويبقى عندك الداتا بيز الخاصه بيك. فانا عملت داتا بيز للفينوليك كومباوندز، وفي داتا بيز جاهزه على فكره للفينوليك كومباوندز، ممكن اكتبها لحضراتكم برضه في الديسكربشن، مفيش مشكله. بس الداتا بيز دي انا عملتها بنفسي، وعاوز اوريكم انتوا لو حابين تعملوا الداتا بيز الخاصه بيكم، تمام. انا جيت مثلا هنا على مركب زي الريز فيرا ترول مثلا يعني اهو، بوب كيم، علشان يجيب لي الاستراكشر في الباب كيم على طول عشان اخد السمايل كود. لو تفتكروا الكلام ده قلناه في حلقه الكيم درو، ادي الريزفيرا ترول اهو، ده مركب من المركبات الفينوليك، لقيته في بيبر معينه وعاوز احطه عندي في الداتا بيز اهو. ادي الاستراكشر بتاعه، انزل لحد ما اجي عند السمايل كود، بس باخد الايزوميريك اللي هو بيحدد لي الستيريو كيمستري بتاع الريزفيرا ترول. طبعا الستيريو كيمستري كريتيكال جدا في الدوكينج، خلي بالنا من القصه دي، انت بتعمل دوكينج 3 دي، فال 3 دي ستراكشر بتاع المركبات في غايه الاهميه، والستيريو كيمستري في غايه الاهميه، فانت بتختار المركب المظبوط المرسوم بدقه. ادي اهو كوبي، واجي على الكيم درو اقول له بيست سبيشال، وتعالى سمايلي، ادي رسمه اهو، اوكي، رسمه هنا. او اوريدي انا مثلا مفيش، مش موجود عندي في الباب كيم، انا برسمه بنفسي بقى، ارسم مثلا مركب اهو بالمنظر ده، اوكي، ده مركب برضه فينوليك بس ملوش وجود على الباب كيم داتا بيز مثلا، موجود بس في بيبر، او انا فصلته في معمل وهو مركب جديد مثلا بالنسبه لي، بس مركب فينوليك، فينفع يتحط في المكتبه اللي انا عاوز اعملها للمركبات الفينوليك. اهو بقى عندي ريزفيرا ترول اهو، وعندي مركب تاني، فاخدهم بقى بالسمايل كود. هاخد الريزفيراترول كده اهو كوبي، تمام، عند مولكيول كوبي از سمايل كود، واجي اروح فاتح ملف بالمنظر ده اللي هو تكست، امتداده بيبقى تكست اهو، اعمل نيو واقول له حط لي ملف تكست بالمنظر ده، واسميه بقى داتابيز مثلا، داتابيز وات ايفر بقى داتابيز، اوكي، افتحه واحط فيه السمايل كود، كنترول في، حط لي الكود، وانزل على السطر اللي بعده اخد المركب الثاني اهو، اعلم عليه مولكيول كوبي از سمايلز، تمام، واروح كنترول في، حط المركب الثاني، المركب الثالث، المركب الرابع، وهكذا لحد ما اكون واجمع الداتابيز بتاعتي. وطبعا الداتابيز ديت كل ما هيظهر مركبات ثاني كل ما انت هتعمل لها ابديت وتزود المركبات دي لحد ما يبقى عندي
المنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو الفينوليكس داتابيس، انا كنت عاملها وفيها كل الاستراكشرز اللي انا كنت بدور عليها ولقيتها في الريتريتشر، منها حاجات موجوده في الباب كيم ومنها حاجات مش موجوده في الباب كيم، فانت بتعمل اللايبرري الخاصه بيك. خلاص، فكده وريت لحضراتكم ازاي ممكن تجيب داتابيس جاهزه من على الانترنت انت بتدور بقى عليها براحتك، او تعمل اللايبرري الخاصه بيك بالشكل ده. طيب، هل يا ترى الشكل ده هيقبله البرنامج ويقدر يقرا المركبات اللي جواه؟ لا، مش هيقدر يقرأ. فانا لازم احول المكتبه ديت الى امتداد او فورمات يقدر البايركس يقراه. بعمل القصه دي ازاي؟ هسيب لحضراتكم لينك، هو في برنامج اسمه المول، ممكن نبقى نفرد له ان شاء الله حلقه لوحده، بس في ويب سايت كده انا هسيب اللينك بتاعه لحضراتكم في الديسكريبشن. تمام، اهو الويب سايت دوت، هو مباشره بيقدر يحول لك من فورمات الى فورمات. طيب، الفورمات اللي معايا ده فورمات السمايلي او فورمات التكست، مش كده؟ فانا بروح جاي من تشوز فايل، بختار الداتابيس بتاعتي اللي هي المفروض هتبقى بامتداد تي اكس تي او تكست، اهي برفعها كده بالمنظر ده، واسيب البارامترز دي ما العبش فيها، اجيب بس هنا الفورمات اللي انا عاوز يطلع فيه. انا عاوز فورمات ايه؟ اس دي اف، هي تبقى دايما جايه لك هنا، لا انا عاوزها بالفورمات الاس دي اف، اعلم على الاس دي اف وما العبش في حاجه ثانيه بقى خالص، واقول له ترانسليت، هيروح هو مباشرة. تمام، عامل لك ترانسليشن ويقول لك كونجراتوليشن، الحاجة بتاعتك اتحولت، وتقول له كليك هير علشان تنزل الداتابيز بتاعتك اهي على هيئة ايه؟ على هيئة اس دي اف زي ما حضراتكم شايفين اهو. يبقى انا حولتها من تي اكس تي الى امتداد اس دي اف. طب ليه بعمل الخطوة دي؟ علشان الامتداد اللي هو بتاع الاس دي اف هو ده الامتداد اللي هيقراه البايركس، غير كده مش هيقراه. ممتاز جدا، اصبح دلوقتي بقى عندنا البروتين الاوبتمايزد، وبقى عندنا الداتابيز متحوله للاس دي اف فورمات زي ما حضراتكم شايفين كده. افتح البايركس، حددت خلاص في البايركس مكان العمل او الورك سبيس، ابتدي اعمل لودنج للبروتين بتاعي رقم واحد من هنا كده، اعمل لودنج للماكرو موليكيول او للبروتين. تمام، من هنا انا هختار مين؟ هختار الاوبتمايزد اللي انا ظبطته. ماشي، اهو ممتاز. طبعا بجيبه من المكان اللي انا ايه مسيبه فيه، او في الفولدر اللي انا مسيبه فيه من الايقونه دي اللي هو لود مولكيول. طيب، الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده ان انا اعمل بريباريشن للبروتين ده. طب ما انت عملت له بريباريشن في البايمول. البايمول ده انا نظفته وضبطت البروتين، لكن لسه ما عملتلوش بريباريشن. البايركس يعملوا بريباريشن، يعني ايه يعملوا بريباريشن؟ يعني لو في امينو اسيد مفقود يحطه، لو اسمه مش مظبوط يظبطه، البي اتش بتاعه الامينو اسيدز اللي هي بتبقى بيزك او اسيدك يظبطها. تمام، على حسب البي اتش الطبيعيه بتاع الخليه، كل الحاجات دي هي في خطوه البريباريشن بيظبطها لك البايركس. فاجي هنا علشان اعمل خطوه البريباريشن، ودي خطوه كريتيكال نخلي بالنا منها قوي، اجي كليك يمين واقول له ميك اوتودوج. تمام، اقول له ميك ماكرو مولكيول. اوعى تتلخبط، انا هنا مش بعمل ليجند، انا بعمل ماكرو مولكيول. اوكي، كده هو بيبتدي يعمل بريباريشن للماكرو مولكيول بتاعي. ممتاز، واجي عشان اتاكد كمان، هاجي في مكان العمل ورك سبيس اللي انا كنت محدده اهو، اللي هو نيو فولدر 2 وفي الجايريز. لا لسه ما عملوش. يبقى في خطوه الاوتودوج فينا لسه. الاقي هنا ظهر عندي الماكرو مولكيول بتاعي بامتداد ال البي دي بي كيو تي. تمام، دي لما ابتدي ادخل على الدوكينج هيبتدي يعملها. طيب تمام، يبقى لسه ما غيرهاش، بس هغيرها وانس ان انا هبتدي الدوكينج. طيب كده عملت الماكرو مولكيول، فاضل لي بقى الايه؟ فاضل لي الليجند، مش كده؟ اجي من هنا لود ستراكشر داتا فايل اللي هو الاس دي اف. عشان كده قلت لحضراتكم ايه؟ قلت لحضراتكم لازم امتداد الاس دي اف هو ده اللي اشتغل عليه، لو مش هيقرا غير كده اللي هو الاس دي اف فورمات. اجي من هنا واقول له لود الفينولكس لايبرري اس دي اف، اهو هي دي كده ابتدى ينزلها. اي كل ديت الايه المكتبه اهي، كل دي المكتبه بتاعتي بتاعت المركبات اهي، حوالي 400 مركب بالمولكولار فورمولا بتاعته، بعدد الانجلز بتاع سوري البونز اللي فيه، روتيشنال بونز اللي فيه، بالمولكولار ويت،
بكل حاجه موجوده، ادي اللايبرري بتاعتي هنا. طيب برضو انا محتاج بريباريشن للليجند، زي ما عملت بريباريشن للماكرو مولكيول محتاج ان انا اعمل بريباريشن للليجند. اعمل ازاي البريباريشن للليجند؟ اجي من هنا اوكي واقول له مينيمايز الليجندز. طب مينيمايز سيلكتد ده بس ولا الكل الليجندز؟ لا الكل، يبقى مينيمايز اول، اقول له كده مينيمايز اول ليجندز. طبعا الخطوه دي هتاخد وقت شويه على حسب حجم اللايبرري. انا عندي اللايبرري تعتبر صغيره نسبيا، 400 مركب، دي مش لايبرري كبيره، فهيبتدي يعمل لها انرجي مينيمايزيشن. حد قبل كده سالني هو ليه بعمل انرجي مينيمايزيشن؟ على فكره الخطوه دي ممكن اعملها في الكيم 3 دي، ودي هنتكلم عنها في حلقه الكيم 3 دي الجايه ان شاء الله. ليه بعمل الخطوه دي؟ البايركس هو بيعملها اوريدي بشكل اوتوماتيك زي ما انتم شايفين. ليه بعمل الخطوه دي؟ بعملها علشان السكورز اللي هتطلع لي في الاخر بتاعت الدوكينج تبقى دقيقه، لان السكور ده بيتحسب كفرق ما بين طاقه المركب قبل الارتباط بالبروتين وبعد الارتباط بالبروتين. لو طاقه المركب قبل الارتباط بالبروتين كبيره انا ما قللتهاش لاقل قيمه ممكنه، بالتالي السكور اللي هيطلع هيطلع مشوش، هيطلع غير دقيق، ممكن يديني سكور مثلا صغير وهو المفروض يطلع كبير. ما هو السكور ده دلاله على الافينيتي، فبالتالي انا في الاخر هقرا السكورز وممكن اظلم مركبات هي المفروض يبقى سكورها عالي بس تطلع سكورها قليل، او ان انا انخدع في مركبات تطلع لي السكور بتاعها كبير وهي المفروض تبقى صغير. ليه؟ لان انا ما عملتش خطوه الانرجي مينيمايزيشن، ما رجعتش كل مركب لاقل طاقه ممكنه ليه، علشان بيبتدي البرنامج لما يبتدي يعمل دوكينج يطلع لي سكور، يبقى الفرق ما بين طاقه المركب في الجراوند ستيت قبل الارتباط مقابل طاقته بعد الارتباط، الفرق ما بينهم هو ده السكور، يبقى سكور حقيقي وغير مبالغ فيه او غير مظلوم. دي خطوه الانرجي مينيمايزيشن بعملها عشان خاطر السبب ده. طيب انا هوقف الفيديو هنا وهرجع نكمل بس بعد ما يعمل الخطوه دي، لان الخطوه دي هتاخد وقت شويه عشان ما نضيعش الفيديو او الوقت بتاع الفيديو. طيب كده زي ما وريت لحضراتكم بعمل خطوه الانرجي مينيمايزيشن. كده خلص الانرجي مينيمايزيشن، خد حوالي 10 دقائق او 12 دقيقه بالظبط، وعمل انرجي مينيمايزيشن لكل المكتبه اللي هي حوالي 400 مركب. طيب ممتاز، وان الخطوه دي كريتيكال، خطوه الانرجي مينيمايزيشن كريتيكال لان هي بتفرق معايا في الدوكينج سكور، بتطلع لي الدوكينج سكور اكيوريت ومظبوط، لا هو اوفر استيميتد يعني مبالغ فيه ولا هو مظلوم. اوكي الخطوه اللي بعد كده زي ما عملنا بريباريشن للماكرو مولكيول اللي هو البروتين بتاعي، محتاج برضو ان انا اعمل بريباريشن لكل المركبات، لكل المكتبه، مركبات اللي موجوده في المكتبه اعمل لها برضو بريباريشن من حيث التوتوميريزم، من حيث برضو لو في عندي اسيدك جروبس او بيزك جروبس تتظبط. بنفس القصه محتاج ان انا اعمل خطوه البريباريشن. فباجي على اول مركب بالمنظر ده، كليك يمين واقول له convert all، كل المركبات هنا selected اللي هي مركب الاولاني بس اللي انا علمت عليه، لكن انا مش عاوز المركب الاولاني فقط، انا عاوز كل المكتبه، يبقى convert all to autodock ligand bdbqt، ده الامتداد اللي هو هيعمل عليه docking. اوكي طيب يبقى انا كنت محمل اللايبرري اصلا في الاول بامتداد اس دي اف، بعد كده بحول اللايبرري لامتداد بي دي بي كيو تي بعد الانرجي مينيمايزيشن. تمام، دي خطوه البريباريشن اللي هيعملها البايركس دلوقتي علشان بعد كده يكون عنده كده البروتين بريبيرد وعنده الليجنز او اللايبرري كلها بريبيرد، يدخل على خطوه الدوكينج مباشره، يبقى كونفيرت اول تو اوتو دوك ليجند بي دي بي كيو تي. برضو الخطوه دي هتاخد شويه وقت. تمام فانا يعني ممكن تاخد مثلا ربع ساعه او نص ساعه، طبعا وقت الفيديو مش هيسمح لان انا اعمل خطوه البريبريشن لكل المكتبه، انا عاوز اعمل بس بريبريشن لجزء معين علشان الفيديو هدفه التعليم وهدفه بس نعرف اكزامبل معين. فانا هقف هنا مثلا عند 60 مركب، ادي 60 اهو كويس، اقول له كانسل، وهو كده بس عمل بريباريشن لحوالي 60 مركب فقط من ال 400. يعني احنا الهدف اكزامبل، فهنشوف الاكزامبل بتاعنا على ال 60 دول مش ال 400 كلهم، اللي بره 400 هياخدوا وقت كبير جدا في الدوكينج.
خصوصا لو انا بشتغل على كمبيوتر امكانياته على قده. ودي نقطه ان شاء الله هنوه عنها اثناء عمليه الدوكينج. هو بيعمل دوكينج كده، هنوه ان الوقت اللي بياخده بيبقى بناء على امكانيات اللابتوب او امكانيات الكمبيوتر. كل ما كان امكانيات الكمبيوتر احسن، كل ما كان سرعه الدوكينج افضل، وكمان النتائج افضل. خلي بالكم برضو من النقطه دي. طيب كده انا عملت بريبريشن لكل المكتبه عندي اهي، تمام، عملت انرجي مينيمايزيشن، وعملت كمان بريبريشن للليجنز، وكمان عملت بريبريشن للماكرو مولكيول. فبقى عندي هنا في الورك سبيس اهو في السوفت وير بقى عندي الليجنز بريبيرد، اوكي، وبقى عندي كمان الماكرو مولكيول اوبتمايزد وبريبيرد. طيب الخطوه الدوكينج بقى والاعداد للدوكينج، اجي من هنا من فينا ويزرد، لان هو البرنامج هيعمل دوكينج باستخدام الاوتو دوك فينا، وابتدي اقول له ستارت. ماشي، بس الاول اشوف السيلكتد مولكيول. هلاقي هنا حاجه مهمه قوي خلي بالك منها. هنا في السيلكتد مولكيول هو الدوكينج هيعمل دوكينج لمين؟ هيعمل دوكينج للماكرو مولكيول اللي انا محددته، ده ما فيهوش مشكله، تمام، بس اللي هو ال 6 زي اكس، بس هيعمل دوكينج لليجند واحد اللي هو اول ليجند في المكتبه بتاعتي. لا، انا عاوز للمكتبه كلها، مش كده؟ احنا اخترنا من ال 460 هيعمل لهم، او لو انا عاوز ال 400 كلهم خلاص بعمل لهم بريبريشن واختار ال 400 كلهم. اختارهم بقى ازاي؟ اختار المركبات اللي عاوز اعمل لها دوكينج ازاي؟ من هنا اهو، من الخانه ديت هي اوريدي خلاص بعد البريبريشن بتظهر لي. بدوس كليك على كليك شمال على اول مركب في المكتبه عندي، وبنزل لاخر المكتبه خالص، اوكي، اخر المكتبه اللي هو اخر مركب في المكتبه. وقبل ما ادوس على اخر مركب ادوس شيفت عشان يعلم لي على كل المركبات اللي موجوده في المكتبه اللي انا عاوز اعمل لها دوكينج بالفعل. فالاقي هنا الدنيا اتغيرت اهي، الاقي هنا بيقول لي والله انا فعلا لقيت 63 ليجند. هو في الاول كان معلم على واحد بس او عامل ديتكشن لواحد بس، لا انا كده قلت له اعمل لي دوكينج لل 63 مركب اللي انا حددتهم لك من هنا، اللي هم مركبات المكتبه اللي انا اوريدي خلاص ظبطتهم وعملت لهم بريباريشن. طيب بعد كده اقول له فورورد، تمام، ممتاز. اجي هنا بقى لخطوه تحديد المكان اللي انا عاوز اعمل فيه دوكينج، مش كده؟ اللي هو الاكتف سايت. طب احدده ازاي؟ احدد المكعب اللي قدامنا ده يا شباب او يا اعزائي المشاهدين، اللي هو الجريد بوكس، اللي هو المكعب اللي انا بحدد للبرنامج فيه هيدور فين او هيعمل دوكينج فين. احيانا بخلي المكعب ده يغطي البروتين بالكامل زي ما حضراتكم شايفين كده، ففي الحالة دي بعمل حاجة اسمها بلايند دوكينج او دوكينج اعمى، وده بيبقى ليه هدف. يعني مش عارف يسع المجال هنا اقوله، الهدف منه ان انا احدد الاكتف سايت او احدد البايندنج سايت اللي ممكن ما يكونش معروف. دي احد الوسائل اللي ممكن احدد بيها بايندنج سايت على فكرة، ان انا اعمل بلايند دوكينج، بخلي المركبات او اخلي البرنامج يدور لي على كل الاماكن اللي ينفع يتعمل فيها بايندنج ما بين المركبات وما بين البروتين. بس دي طبعا تاخد وقت كبير جدا، لان البرنامج في الحاله دي بيدور في كل بقعه موجوده في البروتين. بس انا هنا في الحاله بتاعتي انا عارف الاكتف سايت وعاوز احدد الدوكينج بتاعي على المكان ده بعينه خلاص، وبالتالي ده هيوفر عليا وقت وهيطلع نتائج اكثر دقه في الهدف مباشره اللي هو الاكتف سايت. طيب انا مش عارف فين الاكتف سايت، انا عمال ادور يمين شمال مش عارف فين الاكتف سايت. تفتكروا ان احنا قلنا لما نزلنا البروتين في البدايه قلنا ان احنا عاوزين ان البروتين بتاعي انزله ويكون معاه الكو كريستالايزد ليجند. ليه؟ علشان ده هيسهل لي التعرف على الاكتف سايت. طيب فين يا ترى الكو كريستالايزد ليجند؟ هنا في البروتين في الشكل اللي انا شايفه ده مش واضح. فباجي هنا في الماكرو مولكيول وادوس على العلامه دي وانزل للاخر، دي كل الامينو اسيد بتاع البروتين، وانزل للاخر خالص بلاقي ادي الكو كريستالايزد ليجند اهو، ادوس عليه كليك يمين ديسبلاي ليبل واتومز، هلاقيه هنا مباشره اهو اتعلم عندي ادي الماكرو مولكيول. تعال نكبر كده الشاشه عشان نشوفه، ادي الماكرو مولكيول اهو بالارقام، دي الاتومز بتاع الماكرو مولكيول. طب انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اخلي الجريد بوكس بتاعي، ادي الجريد بوكس
اهو ادي جريد بوكس، وادي الكو كريستالايزد ليجاند بعيد عنه صح؟ لا انا عاوز اخلي الجريد بوكس حوالين الماكرو مولكيول بالظبط، وبالتالي البروتين بتاعي او البرنامج ان شاء الله لما ادرس اوصل لاخر خطوه اللي هي خطوه الدوكينج هيعمل سيرش فقط على المنطقه دي في النص كده بالسكرول، ادوس على جريد بوكس عشان احركه كله، لكن لو دوست كليك شمال عليه هيحرك الاطراف يمين شمال فوق تحت بالمنظر ده بس، لكن بالسكرول بزرار السكرول بتاع الماوس تيجي هند على النص وتدوس عليه يحرك الجريد بوكس بالكامل. تمام، اجي هنا واخليه حوالين الايه الكو كريستالايز ليجند اللي انا عملت له ليبرنج دلوقتي. طيب هيا ترى كده الجريد بوكس حوالين الماكرو موليكيول، من الناحيه دي حوالينه، طيب من الناحيه دي برضه حوالينه، كويس جدا، بس احاول اقلل شويه كده الجريد بوكس عشان يبقى حوالين فعلا الماكرو الكو كريستالايز ليجند فقط، وده هيقلل لي في الوقت بتاعت الدوكينج، وهيقلل وهيظبط لي او هيعلي لي كمان الاكيورسي درجه الدقه بتاعت الدوكينج. طب اجي من الناحيه دي يا ترى الجريد بوكس حوالين الكو كريستالايز ليجن، اهو حواليه برضه من فوق ومن تحت ومن يمين ومن الشمال ومن كل حته، انا كده اتاكدت فعلا ان الجريد بوكس انا ظبطته اهو. بظبطه ازاي يا دكاتره؟ بظبطه من الكور اللي قدامنا دي، بدوس كليك شمال عليها واسحب يروح مظبطها لي، نفس القصة من فوق ومن تحت، عاوز احرك الجريد بوكس نفسه من زرار السكرول واروح محرك الجريد بوكس بالكامل في المكان اللي انا عاوزه. كده اصبح الجريد بوكس تقريبا حوالين اهو الكو كريستالايز ليجند اللي هي الارقام البيضة دي اهي، حوالين الكو كريستالايز ليجند بالظبط. فكده انا حددت للبرنامج البايركس، قلت له والله هتعمل دوكينج فين بالظبط، بمعلوميه ايه؟ بمعلوميه الكو كريستالايز ليجند. فهنا ظهرت اهميه ان انت من البدايه تنزل بروتين جواه الكو كريستالايز ليجند، ان هتحتاجه في الخطوه دي اللي هي تحديد الاكتيف سايت او المكان اللي انت هتعمل فيه دوكينج. ممتاز جدا، اخر خطوه تقول له والله فورورد، انا كده حددت الجريد بوكس، ممكن تاخد الارقام دي بعد كده عشان تحطها في البيبر بتاعتك. دي الارقام الكوردينتس بتاع الاكتيف سايت او المكان اللي انت عملت فيه دوكينج اكس واي زي، ممكن تكتبها عندك علشان هتكتبها في الميثودولوجي بعد كده في البيبر لما تنشر البيبر بتاعتك او تكتب البيبر بتاعتك. بيحتاج منك تحدد له تقول له والله هو ايه الكوردينتس اللي انت استخدمتها في تحديد الجريد بوكس، او ايه الكوردينتس بتاع الايه الاكتيف سايت بتاعك. فورورد كده خلاص هيبتدي يعمل دوكينج، خلاص دي خطوه الدوكينج. خلاص انا حددت له بقى، رفعت البروتين، عملت لودنج بروتين، عملت بريبريشن للبروتين، انا براجع معاكم على السريع كده علشان المعلومه تثبت. رفعت البروتين، عملت بريبريشن للبروتين، بعد كده رفعت اللايبرري بتاعتي تمام بامتداد الاس دي اف، وبعد كده عملت انرجي مينيمايزيشن لللايبرري كلها، وبعد كده عملت بريبريشن للمركبات بتاعت اللايبرري عشان يحولها لامتداد البي دي بي كيو تي اللي هيبتدي يستخدمه في عمليه الدوكينج. بعد كده رحت على الفينا ويزرد، ورحت على الاوتو دوك ويزرد، او رحت هنا على السلكتد موليكول عشان اعلم على كل المركبات بتاعت اللايبرري اللي هعمل لها دوكينج. بعد كده دوست فورورد، بعد كده حددت الجريد بوكس او المكان اللي هعمل فيه دوكينج، وده زي ما قلت لحضراتكم بمعلوميه الكو كريستالايز ليجند، واخيرا ابتديت عمليه الدوكينج. اهو العداد اللي قدام حضراتكم ده اللي بيورينا، او المؤشر اللي بيورينا البروجرس بتاع الدوكينج. انا لسه تقريبا عند 2% او 3%، ده هياخد وقت زي ما قلت لحضراتكم، ده على حسب امكانيات الجهاز بتاعك. ويا ريت نصيحه مني، لو عاوز تبتدي في المجال بتاع الدوكينج ومجال النمذجه، مجال النمذجه ده فيه برامج كتير قوي، واغلب البرامج بتحتاج كومبيوتيشنال باور عاليه، يعني بروسيسور قوي وكارت شاشه قوي، او على الاقل يكون فيه كارت شاشه. فالجهاز اللي انا شغال فيه ده او عليه دلوقتي اللي بسجل من عليه الفيديو، الكارت الشاشه بتاعه بلت ان مش انفيديا، فتشوفوا الدنيا بطيئه شويه، لكن لو معايا كارت شاشه محترم RTX او حاجه زي كده هلاقي العمليه ديت بقت سريعه، وخصوصا كمان في المكتبات الكبيره. انا النهارده بنتكلم في مكتبه 400 مركب، 400 مركب صغيره قوي. انا في بعض البيبرز بتتكلم ان هم بيعملوا دوكينج
لبليون مركب مثلا او 2 مليون مركب، فده ممكن ياخد منك بالسرعه دي ياخد منك شهور. فامكانيات الجهاز بتفرق جدا، وخصوصا زي ما بقول لحضراتكم البروسيسور وكارت الشاشه. فانا دلوقتي هعمل ستوب للفيديو ونكمل بعد كده علشان بس وقت الفيديو ما يطولش، ونشوف على طول النتائج بتاعتنا بتبقى عامله ازاي. كده هو خلص عمليه الدوكينج. استغرقت العمليه دي تقريبا حوالي ساعه الا ربع. فزي ما بقول لحضراتكم الريسورسز او الهاردوير بتاع الجهاز بتفرق جدا في البرامج اللي زي دي، الدوكينج وغيره، الدايناميك سيميوليشن كمان. دايناميك سيميوليشن اذا ما كانش الجهاز بتاعك فيه كارت شاشه يبقى احسن ما تستخدموش يعني. لان زي ما قلت لحضراتكم البرامج دي يعني شرهه جدا للكمبيوتيشن باور، فمحتاجه سي بي يو قوي وجي بي يو اقوى. وان شاء الله انا قريب برضو هعمل فيديو عن جهاز انا اشتريته لامكانيات، غير طبعا الجهاز انا بسجل من عليه دلوقتي. انا عندي حوالي 5 اجهزة في البيت علشان شغل الداينامكس وشغل الدوكينج والحاجات دي كلها بتطلب مني. فان شاء الله هعمل لحضراتكم ريفيو على اخر لابتوب باحدث الريسورسز، علشان حتى لو حد عاوز يبتدي يشتري لابتوب او ديسكتوب يعرف احسن ايه المواصفات اللي يشتريها واحسن ماركات والكلام ده كله. طيب نرجع للموضوع، موضوع الدوكينج ونتائج الدوكينج. ادي النتائج بعد ما خلص هو الدوكينج، بيرتب لك النتائج في الجدول اللي قدام حضراتكم ده اهو، من الافضل سكور. وهنخلي بالنا من حاجه، وكنا اتكلمنا عن القصه ديت في الحلقه بتاعت الدوكينج، ان القيمه السالبه الاعلى دي الافضل. كل ما كانت القيمه كبيره بالقيمه وبالقيمه دي بالسالب كل ما كان افضل. هنلاقي هنا مثلا سالب 4 دي اعلى قيمه، يليها سالب 3، سالب 2، سالب 1، سالب 1.7 وهكذا. هو عمال ينزل كده بالقيمه السالبه، وكده بينزل من الاحسن للاسوا في السكور. دي نقطه مهمه جدا نخلي بالنا منها. طيب الاول بس قبل ما نتكلم على الاناليسيس بتاع الداتا ده ونخلص بقى دور البايركس معانا في الدوكينج، عاوزين نعمل اكسبورت لكل الداتا دي على هيئه اكسل شيت. فباجي هنا وبقول له سيف از كوما سيبريتد فاليو، الامتداد دوت بيقراه الاكسل، اقول له هنا اهو سيف، وسيفه بقى في اي مكان انت عاوزه بالاسم اللي انت عاوزه زي ما انت حابب. انا سيفته خلاص تمام اهو. الاول بس انا عاوز اوري حضراتكم المكان اللي احنا حددناه من البدايه اللي هو الفولدر بتاع الجايريز، بقى فيه اهو الاوتبوتس تمام. ادي البروتين بالامتداد البي دي بي كيو تي، وادي كل الريزلتس بتاع الدوكينج موجوده برضو بامتداد بي دي بي كيو تي، هنشوفها بعد شويه. بس نعمل او اوريكم ملف الاكسل اللي انا عملت له سيفنج، بيبقى بالشكل ده اهو، دوكينج ريزلتس سي اس في، ده الامتداد اللي انا سيفته بيه بنفس الفورمات اللي موجود عندنا قدامنا في الجدول ده، هو بيطلعه لي في شكل الاكسل شيت زي ما حضراتكم شايفين. الملوكلر فورمولا بتاع المركب تمام، والقيمه بتاع الانرجي بعد ما عملت له مينيمايزيشن، ودي برضو احيانا هحتاجها. شوف والله الطاقه بتاع المركب دي اخبارها ايه، هل هو ستيبل ان ستيبل الكلام ده كله. وادي البايندنج افينيتي او البايندنج سكور اللي هو درجه الافينيتي تمام، مرتبها لي هو من الاعلى للاقل سالب 4 و8 لحد القيمه الاقل. طبعا لو كانت عندي القيمه بالموجب ده معناه اصلا مفيش افينيتي. خلي بالنا يا دكاتره ان الافينيتي بتبقى بالسالب، في عندي قيمه بالسالب يبقى في افينيتي ممكن ضعيفه او كبيره. كل ما قيمه القيمه بالسالب دي كبرت كل ما كانت الافينيتي اعلى تمام. لكن لو عندي القيمه بالموجب يبقى اصلا مفيش افينيتي، يبقى عمر ما المركب ده هيرتبط بالبروتين. دي حاجه حطها في بالك يعني، ان الافينيتي لازم تكون قيمه بالسالب، ممكن تقل او تزيد بس في السالب، لو بالموجب ما ينفعش اصلا يبقى في ارتباط. خلاص يبقى دي كل المركبات اللي عندي بالسكورز بتاعتي، ممكن اعمل عليها ستاتستكس بعد كده واشوف والله قد ايه عندي. ممكن اعمل كده اهو بقى مثلا، اعمل بلوتنج بقى مثلا ما بين الحاجات دي والسكور تمام اهو في الاكسل، برضو كل ده في الاكسل. ممكن اجيب كده اهو
كوبي حتة تانية هنا، وهنا مثلا مركب كومباوندز مثلا من واحد بقى لحد ما ايا كان، واحد اتنين، انا مش عارف اسمائهم دلوقتي، انا عاملهم بالمولكيولار فورمولا، فانا هديهم بس ارقام كده عشوائيه، بس عاوز اشوف والله الديستريبيوشن بتاع السكور اخباره ايه. اروح جايب كده تو كولمز تمام، وعامل له بلوت اهو عشان اشوف السكور بتاعي رايح فين، ومين اعلى حاجه ومين اقل حاجه والكلام ده كله اهو. تمام اهو، خلينا نبدا احسن، ده كويس بالظبط كده اهو. يبقى دي المركبات عندي في المكتبه اللي هم 600 مركب او 400 مركب وات ايفر، واعلى سكور كان كام واقل سكور كان كام. دي ممكن تبقى تحطها عندك برضو في الـ في الـ في البيبر يعني. تمام، وعلى هذا الاساس ممكن تختار الكات اوف. انت دايما في الكات اوف يعني ايه السكور اللي اعلى منه وده مناسب معايا وده اللي هختاره علشان اشتغل في المعمل، واللي اقل من كده مش هختاره. في الغالب طبعا سالب 4.8 دي قليله مش كبيره، في الغالب انا بخلي الكات اوف بتاعي في المكاتب المكتبات الكبيره، بس طبعا ده عشان اكزامبل، فما عنديش سالب 7 طلعت معايا. لكن لو عندي مكتبه كبيره اكيد هيطلع معايا سالب 7 وسالب 8 واحيانا سالب 9 و10 و12 واعلى من كده. فبخلي دايما الكات اوف بتاعي سالب 7، يعني فوق سالب 7 فما فوق، سالب 7.5، سالب 7.9، سالب 8، هما دول اللي بختارهم، والاقل من كده بستبعدهم. طب انا ما عنديش سالب 7 هنا، فانا بختار احسن 10% من المركبات. طب احسبهم ازاي؟ شوف والله قد ايه عندي سالب 4 وقد ايه عندي سالب 3، واشوف والله ال 10% هيجوا عند كام، وهو ده يبقى الكات اوف. يعني مثلا هنفترض ان هو سالب 4، يعني ده ال 10% اللي فوق سالب 4، سالب 4 و1، سالب 4 و5، دول يمثلوا 10% من الريزلت. هو ال 10% او احسن 10% دول دايما اللي بختارهم اكمل عليهم شغل، سواء في البايننج فري انرجي او داينامكس او وات ايفر، وبعد كده اروح بيهم واشتريهم وايه وادخل المعمل اجربهم على البروتين في المعمل بالاكسبيرمنتس الفيترو بقى. تمام، يبقى انا لو ما عنديش سكورز كتيره او ما عنديش حاجه فوق السالب 7، بعمل القصة دي، بختار أحسن 10% من المركبات أو من السكورز. لو عندي سكورز كتيرة ومتوزعة عندي من سالب 12 لحد مثلا سالب 3 أو سالب 4، يبقى باخد السالب 7، ده جرى العرف على كده يعني، سالب 7 هو الكات أوف بتاعي، اللي فوقه بختار المركبات. ودايما زي ما قلت لحضراتكم هي السالب أو الأحسن 10% هم أو أحسن 5% زي ما أنت بتحدد في الدراسة بتاعتك بقى، على حسب حجم المركبات وعلى حسب البادجت بتاعك اللي أنت تقدر تشتري بيه مركبات، وهكذا بتحدد النسبة اللي أنت عاوز تاخدها من النتائج دي عشان تكمل بيها في المعمل. طيب ده كان الإكسل شيت، واتكلمنا فيه كده على السريع. دونت سيف، خلاص وعرفنا ازاي بطلع الاكسل شيت ده من هنا، وادي الايه نتائج بقى نفسها على ارض الواقع اهو، هنا في الايه في المكان اللي حددته في الورك سبيس، ماكرو مولكيول، وادي البروتين. اول واحد ده بيبقى البروتين بالكود بتاعه، وتاني واحد ده بيبقى او اللي بعد كده بقى كلها بتبقى البايندنج بوز بتاع كل مركب. اوكي، طبعا هنا مش زي الدوكينج بيديك اكتر من احتمال لبايندنج بوز لكل مركب، لا هو بيديك احسن واحد على طول لكل مركب، لان لو عمل بقى الكلام ده ممكن يقعد بقى شهور وسنين عشان يطلع لك مثلا 10 احتمالات لكل مركب، ودي هتبقى طبعا دوشه كبيره ومحتاجه ريسورسز ووقت كبير جدا. فهو بيطلع لك على طول احسن بوز لكل مركب، هو حسبه بيطلعه لك مباشره. في خطوه السكريننج على اللارج سكيل لو قارنتها بالدوكينج المركب واحد فهي اقل دقه، لان انا لما بعمل دوكينج المركب واحد بيطلع لي اكتر من احتمال للمركب ده بديفرنت سكور، فبيديني فرايتي كتيره او احتمالات كتيره اقدر احللها براحتي واشوف احسن وادق بوز هو مين. لكن في خطوه السكريننج مفيش الرفاهيه دي، لان انا عندي مركبات كتيره زي ما حضراتكم شايفين، فهو البرنامج مباشره بيختار لي احسن سكور من وجهه نظره ويدهوني على طول كأن ده البايندنج بوز بتاع الايه المركب، علشان يوفر طبعا في الوقت. طيب انا كده خلاص البايركس انتهى دوره، مش عاوز منه حاجه تاني كده، انا بعد كده هستخدم بقى ايه، انا كده هقفل البايركس خلاص مش محتاجه، محتاج بقى الايه البايمر معايا، مش محتاج حاجه تاني غير البايمر.
تمام. كل المركبات دي بعد كده هفتحها بالمهم. طب افتحها ازاي واعمل اناليسيس بقى فيجوال ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده ادي البروتين اهو بفتحه ببرنامج البايمول. طبعا لازم تكون مسطب البايمول قبلها ومحضر حاجتك. ادي البروتين وادي لو تفتكر الكو كريستالايز ليجند. تمام، ابتدي بقى ايه اخد كل واحد او بايندنج بوز او كل مركب اروح ايه دراج اند دروب اسحبه كده، كليك شمال عليه واسحبه واحطه مباشره بالمنظر ده اهو، واعمل زوم ارجع شويه عشان اشوف اهو ده كده اول مركب بالمقارنه بالايه بالكو كريستالايز ليجند. ودي حاجه جميله جدا علشان تشوف والله قد ايه المركبات بتاعتك بتشابه الكو كريستالايز ليجند في البايندنج مع البروتين. ممكن الخطوه دي احنا عملناها بقى ايه وشرحناها ازاي تعمل فيجواليزيشن وتشوف الانتر اكشن بتاعك مع البروتين. ارجعوا لها ان شاء الله في الحلقه عشان بس بقى يعني الحلقه كده طويله زياده عن اللازم، فانت ممكن ترجع لخطوه الانفستيجيشن بتاع الانتر اكشن من خطوه من فيديو الدوكينج الاولاني خالص وتشوف ازاي بفحص الانتر اكشن باستخدام برنامج البايمول. تعال نشوف كده المركب اللي بعديه برضو دراج اند دروب اهو، ادي المركب الثاني. تبقى جمال البايبس في كده في ان هو بيفصل لك المركبات لوحدها بعيد عن البروتين، فانت تاخد دراج اند دروب على طول، دراج اند دروب تسحبهم وتحط ويبقى كل الريزلتس قدامك مره واحده اهو. اللي بعد كده اللي بعد كده اللي بعده اللي بعده اللي بعده، تلاقي زي ما انت حضرتك شايف عملت زي خريطه كده لكل المركبات مع بعض، وتشوف ايه اكتر مكان بيتكرر فيه البايندنج. يبقى ده المكان ده تخلي بالك هو كريتيكال قوي لمجموعه الفينولكس، وعلى هذا الاساس ممكن تختار المجموعه دي من المركبات تكون هي ديت او المركبات اللي شبه البايندنج سايت او عامله انتر اكشن شبه الكو كريستالايز ليجند هي دي اللي تختارها. فموضوع الفيجوال انسبكشن او الفيجوال اناليسيز اللي احنا بنعمله بالبايمول ده مهم جدا، مش بس بعتمد على السكور، خلي بالك من النقطه دي، مش بس بعتمد على رقم اللي هو السكور، لا لازم اعمل انسبكشن بالمنظر ده بعيني عشان اشوف الدوكينج عامل ازاي. تعال ناخد حاجه من تحت كده ونحطها اهو، ناخد مركب مثلا كبير شويه اهو ونحطه اهو، مركب كبير شويه اهو تمام، واشوف والله لا بعيد شويه عن الكوكر كريستالايز ليجند واخد وضعيه ثانيه. فكل مكان البايندنج بوز بتاعي، تعال ناخد مركب ثاني، ناخد مثلا واحد من هنا اهو، كل مكان ادي كل المركبات دي اهي اللي معمول لها دوكينج داخل الاكتف سايت، وزي ما انتوا حضراتكم شايفين كلها يا اما جوه الاكتف سايت يا اما في حته قريبه من الاكتف سايت. طب ليه؟ ده سؤال مهم، لان انا من البدايه محدد المكان ده بس اللي كان حوالين الكو كريستالايز ليجن عشان يعمل فيه دوكينج. عمري ما هلاقي مثلا مركب هنا او مركب مثلا عامل بايندنج مثلا هنا في البروتين مثلا من الناحيه دي او من الناحيه دي او من الناحيه دي. ليه؟ لان انا محدد له المنطقه دي بس هو اللي يعمل فيها دوكينج، هي دي اللي يدور فيها خلاص. فزي ما بقول لحضراتكم خطوه الفيجوال انسبكشن والانلايزنج دي يعني على السريع كده تختار بناء عليها برضو، يعني الكات اوف مهم، ومش بس الكات اوف كمان تشوف والله الليجند اللي واخد تقريبا نفس وضعيه الكو كريستالايز ليجند داخل الاكتف سايت، يبقى دوت ليجند مهم جدا جدا، وفي الغالب هيدي انتر اكشن او هيدي اكتيفيتي على الانزيم ده شبيهه بالانهبيتور اللي مسجل قبل كده او اللي هو اوريدي كو كريستالايزد مع البروتين. فخطوه تاني باكد عليها خطوه الفيجوال انسبكشن باستخدام البايمول او باستخدام اي برنامج تاني انت بتعرف تستخدمه مهمه جدا، علشان مش بس تعتمد على رقم، تعتمد كمان على الحاجه اللي انت شايفها قصاد عينك عامله ازاي وعامل انتر اكشن ازاي والكلام ده كله. فانا مش عاوز اكتر في الحته دي، يمكن هتلاقوها ان شاء الله في الحلقه اللي هي بتاعت الدوكينج الاولانيه خالص بشرحها بالتفصيل وازاي تعمل انت تشوف الانتر اكشن والهيدروجين بوندنج والكلام ده كله. بس زي ما قلت لحضراتكم انا بختار الاحسن من النتائج بناء على حاجتين، الحاجه الاولانيه الكات اوف، باخد احسن 10% من المركبات او من النتائج واحط كات اوف. الكات اوف ده ما ممكن يطلع سالب 7، ممكن يطلع سالب 6، ممكن يطلع سالب 5، وات ايفر، وباخد ال 10% دول ابتدي احطهم وارصهم فوق بعض بالمنظر اللي انتم شايفينه ده علشان اشوفهم بشكل واقعي بشكل حقيقي واشوف هم عاملين ازاي انتر اكشن
واشوف كمان الانتر اكشن بتاعهم مقارنه بالكو كريستالايزد ليجند، ودي حاجه مهمه جدا برضو من خلالها بتنقي الاحسن. يعني انت بتنقي الاحسن الاول من حيث السكور الكات اوف اللي احنا اتفقنا عليه، وبتنقي كمان من الـ من الـ اللي انت اخدتهم بالكات اوف دول، نقي منهم الاحسن عن طريق بتشوف مين اكتر واحد عامل بايندينج زي الكو كريستالايز ليجند، فده يكون الاحسن الاحسن. انتوا واخدين بالكم هي عمليه فلتره، كل خطوه بتمشي فيها بتفلتر مركبات من المكتبه بتاعتك لحد ما توصل لاحسن مجموعه عامله انتر اكشن زي الكو كريستالايز ليجند. بعد كده تدخلهم في البايندينج فري انرجي لو متاح بالنسبه لك، تعمل لهم دايناميك سيميوليشن وشوف الاستابيليتي برضو، وفي الاخر يطلع لك عدد بسيط من المركبات، نقول مثلا 5-6 مركبات من ال 400 اللي انت بدات بيهم دول، هم دول اللي تشتريهم وانت مطمن ان واحد فيهم هيدي اكتيفيتي ان شاء الله معاك في المعمل على البروتين. لغايه هنا نكون وصلنا لنهايه حلقه بتاعت النهارده، يمكن انا طولت معاكم شويه النهارده، بس كان الهدف ان احط لكم الموضوع كله متكامل في فيديو واحد، ما اقعدش اقطعه زي فيديوهات الدوكينج، لا احط الموضوع كله في حاجه واحده او في فيديو واحد، وحضراتكم تستفيدوا منه بشكل برضو كبير. اشكركم، وفي النهايه يعني حابب واتمنى انكم استفدتوا من الفيديو، وحابب برضو اكد على حضراتكم اللايك والشير والسبسكرايب او الاشتراك في القناة، ده بيدعم القناة طبعا وبيشجعني ان انا ان شاء الله اكمل في نشر الفيديوهات دي. انا كده كده ان شاء الله يعني مش هوقف نشر، ان هي حاجة بعتبرها وقف للعلم اللي الواحد ربنا رزقه بيه يعني، فبس ده بيشجعني ان انا لا اعمل انتر اكشن معاكم، والحاجات اللي بتطلبوها احاول ان انا اعمل عليها فيديوهات وانزلها يعني. بشكركم جزيل الشكر لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.